السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ سألني احد المتابع شلون تصلح مشكلة المسبح من ينزرف. اكو مسبح مختلف، اكو مسبح بس هذا هيجي، واكو لا مسبح عن نفخ. فانا عندي هذا المسبح، عندي هاي، شوف هاي نايلون، هاي اذا انزرفت شلون اصلحها؟ طريقة كلش سهلة يا حبايبي وبسيطة، وان شاء الله تستفيد من عندها. تستخدم التيب اللي يستخدمونه بالعمليات، اذا انشك احط له، لان هذاك اقوى، يختلف عن هذا التيب. شوف هذا التيب يختلف، هذا اذا طبل الماي بساعة يتيخ وينشال من النايلونه، فهذاك التيب لا، هذاك التيب لزقه قوي و اذا دخل المي عادي. هذاك مال العمليات، راح اخلي لكم الصوره مالته هنا، لان انا ما عندي، لو عندي كان شقيت لكم منها شويه وجربتكم كتجربه. شوفوا، يعني تجيب التيب وعلى اي خدش بالمسبح تقدر تحلها باي شيء. شوف عساني لازق هاي، ها جربتها وما نجحت عندي. شوف هذا وما نجحت، تخلي صمق ما تخلي، ما تنجح عندك. غير التيب مال العمليات، هذا الابيض هذا خش، راح يسوي نتيجة حلوة. شوف هاي الشيء، خلي مي، اول شيء خلي هذا التيب وبعدين نخلي المي ونجرب كتجربة، احنا ما خسرانين شيء. يكون البكان نظيف بعد ما تعيب. اتمنى تنجح هاي التجربة. عندنا في الذني هم راح نسوي هنا ونرجع لكم. هسه بعد ما لصقناه باللاصق الشفافي، هسه نخلي مي ونشوف يعبر مي خارج المسبح لو لا. نجيب الصاندة ونرجع لكم. عندنا التجربة نجحت، ما تديم، انا اعرف ما تديم وياي، لان مو مثل التيب مال العمليات هذا الابيض. شوفوا ما قام ينقض، يعني خوش تجربة نجحت. تقدر تستخدم هاي التجربة لكل مسبح، هذا البلاستيك او النايلون، تنجح وياك هاي التجربة. بعد ما لصقته باللاصق الشفافي هذا، فما راح ينجح، ما يديم هواية. فانت شو تسوي؟ تروح على اي صيدلية تجيب تيب هذا الابيض مال العمليات، هذا خوش، يعني يساعدك لصق اي خدش بالمسبح. شوف هسه هذا ما نجح من هنا، شوف ما نجح، يعني لزم شوية وقام ينطم مي. فهذاك التيب الأبيض بمادة لاصقة أقوى من هذا التيب الشفافي. أتمنى أن هذا إعجابكم المقطع، وإن شاء الله استفدتوا، واشتركوا بالقناة حتى يصلكم كل شيء جديد. أتمنى استفدتم من المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك. وياكم حيدر الشمري وقناة منوعات حيدر الشمري، وإلى اللقاء.